نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020. فضلا وليس أمرا، في بداية الفيديو نتمنى دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل إشعار جديد من القناة. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 1815 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. كما أعلنت أيضا عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2314 حالة، وتم تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم 1815 متعافيا. وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها الفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع كافة الاستعدادات بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما تم تخصيص الخط الساخن 105 أو 15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. وفي النهاية نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يرحم كل اللي ماتوا إن شاء الله ويصبر أهليهم، وإن شاء الله انتظروني كل يوم بتقرير جديد من وزارة الصحة والسكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة أمي هنونة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.